نلتقي مرة أخرى خلف الأسوار مع سجين جديد في جريمة جديدة، وذلك في برنامجكم صباح الخير يا جريمة. نتعرف عليك. اسمي إيرلندي. عندك كم سنة؟ مش عارف، بس أنا عايش بقالي كتير. تهمتك إيه؟ تهمتي سعادتك إن أنا رحت أجيب عقد الشقة بتاع أبويا من عمي اللي هو واخده مني غصب وتضر وإيش؟ وإيه لو سمحت؟ غصب، لأن غصب عني يعني. ورحت له وهو مجوز ولاده في قلب الشقه ساعتك، وطردني في الشارع برضه غصب وقت دار، وانا ما رضيتش اتكلم. ورحت عشان اطالبه انه يديني حقي، راح ضربني بالبوان في وشي، وراح عضبني من كتفي، وراح زرفني نص كده، نزلت على ودني اسنجيت. بقى نوضح لو سمحت، نوضح. واسنجيت يعني اترشيت ساعتك، وانا كان ممكن امد ايدي عليه، ممكن اروح اضرب صباعي في زوره واكسر له عصبه رجله، انما ما رضيتش، لانه ده مهمن كان برضه عمي، واللي الناس ما تعرفوش ان هو يبقى اخ ابويا، والدنيا دي ساعتك. امال عملت ايه؟ قلت بدل ما اقتله واخدش في السجن، قلت اسرقه من الاخر يعني. يعني معترف بالسرقه؟ لا انا مش معترف بحاجه، وبطلب المحامي. بس من واقع التحقيقات، الشنطه اللي سرقتها من عمك كان فيها فلوس وذهب وياقوت ومرجان والماس. ايه ده، وانا سارق شنطه علي بابا ولا ايه؟ ده اللي مكتوب في التحقيقات، ويعني هجيب حاجه من عندي ولا ايه؟ لا سعاده حضره المزمزيل، هو كل اللي لقيته في قلب الشنطه علبه دواء انتوسيجمن بتاع الاسهال. وما فكرتش تشتغل؟ مش فاضي. ده مبرر يخليك تبقى بلطجي يعني؟ نعم. يعني ليه بقيت بلطجي؟ واحد مصاحب على علوكة وقشف كوخة، عايزين نطلع الطيار. طيب تحب تقول ايه للشباب عشان ما يغلطوش نفس غلطتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احب اقول لكل شاب وكل فتاة لا تنحرف، ولو عمك ضربك على قفاك وخد عقد الشقة منك غصب عنك اشكره وبوس ايدك شعر ودقن، والجريمة لا تفيد. وأطلب في نهاية البرنامج أغنية لأم العزيزة سيد الحبايب يا حنانة نانتا. ثابت تعب أسكت بطاطك ليه؟ الكلاب بتجيب من رجلين ساعتها. مش لابس الطاقية ليه؟ بسرعة طلع لسان. ها؟ لسان الطاقية يا مسجون. لسان الطاقية؟ لسان الطاقية اهو اهو. البس الطاقية. البس الطاقية اتحرك. كله يتحرك. شايف خلق جديدة موجودة النهاردة، وحاسس فيهم بابتسامة أمل. انسوا، أحب أعرفكم بنفسي، أنا رياض المنفلوطي، أصغر مدير سجن حصل في تاريخ الوزارة. حصلت على ترقيتين خطة واحدة، نقيب من وأنا في أولى ثانوي. تلتزم بالقوانين، أحبك. يا سلام، تبقى صاحبي حبيبي. تغلط يا ويلك، يا ويلك ويا سواد ليلك. هعصرك تنسي المساجين الصغيرين. احب اقول لكم ان السجن هنا التزام. احترس، احترس مني، هتلاقيني منطلك في كل مكان، في زنزانتك، في فرشتك، في نومك، في حلمك، هتلاقيني ناطط في بنطلونك. هتقول الكلب ده هون على مكتبي. ايه يا انت هتاكلنا ولا ايه؟ والله انا بريء. وقفت اتنططت في الطابور زي الكره الجل. يا عطري الحقوني يا باب، الحقوني. يا
امشي جنب الحيط مدتك هتعدي على خير. تبعد بعيد عن الحيط هضربك بالبرطوش زي البرص. كشف المستجدين وكشف المفرج عنه بسرعه على زنزانتك يا كلب بسرعه. الله يعمل زنزانه الراجل هيدورها ويطلع. طبعا انتوا عارفين كل حاجه. اهم حاجه هنا الالتزام وتنفيذ الاوامر عشان مدتك تعدي على خير. توزعوا الزلازل. تمام يا فندم. يلا بسرعة. وأنت يا ابني أنت وهو، طبعًا محدش قدكم. آخر ليلة تبقوا في السجن. يتوزعوا على عنبر الإفراج. يلا. خش على الطابور. يا عم انتوا بتجبروا ليه كده؟ خلاص مروحين. مروحين ايه؟ خدنا افراج يا راجل. والله كنت حاسس ان انا مريض. اجمد يا دكتور اجمد. دراعي يا فندم دراعي. دراعي يا فندم. كوعي كان هيتخلع في ايد سعادتك. خليك ريلاكس يا فندم ارجوك خليك ريلاكس. العصبيه دي مش كويسه ابدا. وانا بتنيل باخد الزفت الحقن دي ليه؟ عشان خاطر العصبيه ولا انا باخدها تبرع لنادي الهلال الاحمر؟ يا فندم دي سابع حقنه اضربها في دراع سعادتك والسرنجه تتني. هدي نفسك يا فندم العصبيه دي مش هتجيب اي نتيجه. والعمل اعمل ايه طيب؟ انا عندي الحل يا فندم. انا عندي الحل. سعادتك الدواء ده مخصوص عشان حاله سعادتك. المره اللي فاتت برضه قلت لي مخصوص عشان حاله زبط سعادتك. لا لا الدواء المره دي مستورد. ده مخصوص عشان يرفع عصب الشفه يا فندم يدلدلها. اللي فات برضه كان مخصوص وكان مستورد عشان ينيل عصب الشفه. والشفه نزلت 24 ساعه بس ومطر الثاني لزقت مناخيري. اعمل معروف انا مش هعيش حياتي كلها بقي موارب. البنت مش عارف ابوسها يا فندم. الطب اتقدم دلوقتي. بلا تقدم بلا تفتح لي طبره. يلا على زنزانتك. انا دكتور يا فندم. دكتور على نفسك. بره يا كلب. علاج يا نعم. اجازه فيه. نعم اجازه. اجازه؟ ايوه فيه. يعني ايه اجازه؟ بقالي شهر ما نزلتش. شهر ايه؟ بقالي شهر ما يعني ايه بقالي شهر ما نزلتش؟ انا بقالي سنتين هنا ما نزلتش. بتعالج وانا متنيل في قلب المكان. ناسي فندم. يعني ايه اجازه؟ ناسي فندم. ايه الحلال اللي انتوا فيه ده؟ غريب قوي. تمام يا فندم. نعم. ده يا فندم كشف المسجونين المستجدين. وده كشف المفرج عنهم. ما شاء الله يا فندم. بق سعادتك استريح خالص. ميرسي يا ادهم. يعني تحس انه خد راحته. ميرسي اقعد. واضح ان اقعد يا ادهم خلاص ميرسي قلت. الشفايف كمان. اتفضل اقعد. حاضر. بالنسبة يا فندم لمسجون زنزانة 74 ليه شوية طلبات بيتمنى سعادتك توافق عليها. ايه المطلوب يا ادهم؟ اللهم صل على النبي. الشفة ابتدت تتحرك بطريقة غريبة وطبيعية. المطلوب يا ادهم خلص. هو يا فندم بعد اذن سعادتك. يا ادهم. حاضر يا فندم. عاوز يدخل الزنزانة شوية اجهزة. يعني سخان شاي، كاسيت، تلفزيون. اوكي. مش عايز دي في دي؟ نعم. دي في دي؟ دي في دي نجيب له دي في دي. هو متهيألي عنده بساطين كفايه مش محتاج الفيفي ده. الموبايل يبقى كده تمام. بسيطه جدا موبايل. ايه المشكله يا ادهم؟ نجيب له موبايل يعني على الاقل يتصل بالاولاد كويس ويبعت يجيب بالمره صوفيا لورن تعيش معاه في قلب الزنزانه. وناخد له زنزانه اجار جديد، واحده بتطل على البحر والثانيه بتطل على الشارع. ده عند امه. عند امه يا ادهم. ده مذنب ولا مش مذنب؟ مذنب يا فندم. خلاص يبقى كلامي يتسمع زيه زي بقية زمايله. حاضر يا فندم. أدهم اختار مواضيعك معايا واحصل. اتفضل. تمام يا فندم. أدهم لآخر مرة هقولها لك. حركة الترقية اتقربت. خلي دوسيك يعدي على خير. أظن أنت
محتاج الترقية دي عشان ترفع من معاشك. مش هقولك اكتر من كده. الحمد لله كان معاك ابتدائية وكملت وخدت ليسانس. صراف تمام يا فندم. رياض باشا بالنسبة لأجازة الصول. أجازات مفيش يعني. أنا قلت أجازات مفيش يعني مفيش. يا فندم مراته تعبانة قوي ولازم يبقى جنبها. يا سيدي في جنبها في ظهرها في كتفها. أنا خلاص قلت مفيش أجازات يا هاني. الله يا فندم يا فندم مراته تعبانة قوي ولازم يبقى جنبها لازم ينزل يطمن عليها. هاني يا هاني أنا حمشت الموضوع ده عشان خاطر عيونك أنت بس. ربنا يخليك يا باشا. إنما أرجوك ما تتدخلش في مواضيع تاني. خلاص يا باشا ما تحرجنيش يا هاني. خلاص اوكي خلاص يا باشا. يبقى ابعت لي الطلب على هنا. لا الطلب هو يا باشا وادي الان كمان يا هاني في كيلو دور. انت غريب غريب يعني انت يا ساتر. انت مش كده تاني مره. ربنا يخليك يا باشا. فهمه ان هو يفهم مراته ما تعيش تاني والا يطلعها بقى ويلتفت لشغله. لا يا باشا امر سيادتك ماشي. طب غريب يعني. خلي الحيوان ده يخف شويه من على البنزين. اه فندم دي اموال حكومه ولا فضل. روح انا مش مسافر. فضل هتوصلني اركب طياره. انا حلو قوي الكلام ده يعني. حلو قوي يعني ايه شكيناس بنتي انا اللي بتحمل اسمي رياض باشا المنفلوطي حامل التاريخ حامل اللواء تنحرف. بنت اللي تعبت في تربيتها واللي بذلت مجهود اكبر في خلفتها يجي اليوم عليها انها تنحرف. يا نهار اسود يا نهار اسود. كل ده عشان بنتك جت عند مامي النهارده. ما هي لو حداد بس ماشي. يعني ايه يا نهار اسود؟ تاني من اختك. يعني النهارده الاربع يا هاني وده ميعاد درس المزيكا اللي انا رفضته لسعادتك بكل تبجح وصفاقه وقله ذوق انك توديها عند امك. من فضلك اسمها مامي. ايوه نسيب المصيبه الكبيره ونتكلم في مامي ولا امك. نسيبها عشان بنتك بتتعلم مزيكا. عصتك بتتعلم الحرام. انت بتقول ايه؟ بس خلاص قرار. اسمعي يا هلا بس ما تتكلمش معايا خالص خالص. لازم تفهم ان كل كبيره وصغيره في البيت ده انا معرفها. وحتى لو ما حصلتش احترمي نفسك يا هاني. احترمي نفسك اللي اتعلم. تريد برغيت ونومو. اسمعوا صوت الجدعنة وشهامة الأقوياء. لو عديت يا ابن آدم على بحر لقيت غريق شده ولو مش عايز يطلع يحاول مرة تانية جدا شده تاني حتى لو عدك وشده ومرضيش برضو اطلع معاك طلص على دماغه وغرقه وحطه. وبكل جرى
ايه؟ يلا امدح بقى. انت مين؟ اللمب. لمبك؟ لمبك كنت بتكلم سخان. اللمب امدح امدح. انت ايه اللي جابك هنا؟ انت دخلت امتى؟ انا من امبارح وانا هنا. دخلت امبارح وعايز تخرج النهارده؟ يعني اتخنقت شويه. امدح بقى والنبي. نهارك طين. نهارك اسود. انت عبد الباشا. والله انا اتفكرتك عرفت الحقيقه. حقيقتي ايه؟ اصل عم الخدعات وسقر تعبوني. اخرس! جاي السجن امبارح وعاوز تهرب النهارده. انت فاهم انك جاي التكيه بتاعت المرحوم. انت جاي هنا تتسجن عارف ليه؟ انت عالي على المجتمع. انت حساله حشره تداس بالجزمه القديمه. فاهم يا هلا؟ انا عارف السجن كويس. لسه ما فكرتش المكان. انت ليه هلا؟ لسه ما فكرتش المكان. انت مخبي موس في بقك هلا؟ اخبي موس في بقي ليه؟ شعر دقنه بيطلع لجوه. يا هلا اصبر اضحك يا هلا. تعرف ده ولا ايه؟ اخرس. تعرف يا التواليتات بتاعت السجن؟ انت لو التدي الكبانيه. الكبانيه الكبانيه في حد ما يعرفش الكبانيه. عاوزك تمسح لي كل كبانات السجن كبانيه كبانيه. فين الكبانيه؟ بعد كده تلم هدوم المساجين كلهم وتقعد تغسلهم. وبعد كده احنيهم وارضعهم وننامهم في سربريرهم. يا هلا الحنان ده كله. هلا يا هلا قلب الام ده. ايه قلب الام ده يا هلا؟ سيب انت خليك معايا انا. هلا يا هلا الحنان ده. هلا انا هعمل ايه بعد ما تعمل كل اللي قلت لك عليه ده؟ ايوه بتاعت البحر. تجيني هنا اجيب الخنعة. ايوه اكون فكرت لك في عقاب. فكر ربنا يرضعك. أذى حطها في جيبك وسك من بوكمن. سك من بوكمن؟ أبعض ده ولا إيه؟ عموماً يعني ما مش عارف يعني ما. يا رب يا رب من الكل من اللي يقولنا. السلام عليكم بقى. لو عندك غسيل خميس وجمعة غسيل زي الفل. مع السلامة عليكم. انا غسيلي الغسل كسر ايديا وشفيف حلو في عينيا وصابون جوه في عينيا علشان اغسل انا. لا 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 اغسل. لا 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 اشرب. الريحة الفظيعة دي الناس دي بتاكل ايه؟ بيبي؟ حكيفك يا ريت. خد ايه رأيك؟ يا لليش هظبطك. ظبط ايه رأيك في النفس دول؟ يا لليش خد دي بقى تحت لسانك وخد البوسة دي. يا سلام بوسة يا عصر الحكام. انت عارف لو البروبة دي باظت واتقفشنا هيعملوا فينا ايه؟ يوه يا عم ما تقلقش. انا متفق مع السواق التعيينات هيجينا هنا بعربية الخضار. عبال ما تضرب الجوين ده هيكون وصل. طب افرض السواق ده مظبط مع الحكومه. يوه يا عم ما تقلقش انا مظبطه. انا بطمن بس.